لمزيد من المتابعة ومن كوفنتري ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد رامي. لو تضعنا يعني في التفاصيل والمعلومات المتاحة لديك حتى الآن بشأن هذا الهجوم الإسرائيلي على محيط مطار دمشق الدولي. نعم، صباح الخير. نبدأ من الخسائر البشرية. هم عنصرين من الجنسيات، من جنسية غير سورية، يعملون مع حزب الله لبناني. هل هم لبنانيين، هل هم إيرانيين، أو الجنسيات الكثيرة الأخرى التي تعمل مع الحزب لا نعلم. المستودع الذي دمر بشكل أساسي هو يقع بالقرب من السيدة زينب، كان في مزرعة وبات يعني ركام بعد القصف الإسرائيلي الذي دمر المستودع ودمر المزرعة في تلك المنطقة. وأيضا هناك انفجارات عدة سمعت بالقرب من بين المطار دمشق الدولي والسيدة زينب. كان هناك محاولة تصدي للدفاعات الجوية، فشلت في التصدي. ولكن دعينا نقول بأن هذه أراضي سورية، هذه أراضي تابعة لسوريا، ليست تابعة لحزب الله اللبناني. دائما ما نشاهد بأن 32 مرة قصفت إسرائيل الأراضي السورية، استهدفت مستودعات تابعة للإيرانيين وحزب الله اللبناني. ماذا يفعل حزب الله اللبناني داخل التراب السوري؟ هل بات جزءا من الجيش العربي السوري؟ لذلك نقول بأن الحزب هو الذي، أو إيران حقيقة الأمر وليس الحزب، إيران تريد أن تنقل معركتها مع إسرائيل إلى داخل الأراضي السورية. سوريا باتت مستودعات كبيرة وكثيرة لإيران تتوزع في كامل التراب السوري. ولكن المنطقة التي استهدفت، كنا تحدثنا قبل أيام في تقرير عن وجود تحركات الحزب وإعادة تموضع ونقل سلاح في تلك المنطقة. وأيضا أمس كان هناك إعادة تموضع، على ما يبدو أن الحزب لديه معلومات بأن قصف إسرائيلي قادم، كان إعادة تموضع للحزب في بعض النقاط عند الحدود السورية اللبنانية. رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان كنت معنا من كوفنتري، شكرا لك.